شيخ محمد عبد الله نصر، خلينا نبدأ أول حلقة في برنامج مفاهيم دينية خاطئة بسؤالي لحضرتك. هل المأذون ضرورة في إتمام الزواج بين رجل وامرأة من منظور إسلامي؟ للأسف الشديد خلال حوالي 1300 سنة تم تحريف المفاهيم الإسلامية عن أصلها الصحيح. فالزواج اللي هو آية من آيات الله، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ربنا قال على الزواج آية من آيات الله، يعني معجزة ودليل على وجود الله سبحانه وتعالى. حولناه لإيه؟ حولناه لورقة عند مأذون. للأسف الشديد إن المأذون ده فكرة طلعت في أول القرن العشرين لتوثيق عقود الزواج عشان يبقى فيه بطايق وفيه أوراق رسمية وهكذا. لكن فكرة إن الزواج شرط فيه المأذون بقى همنا كله إنه يتوثق في ورقة. الأصل في الزواج إنه علاقة روحية بين ذكر وأنثى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال خلق لكم من أنفسكم جزء من تكوينك النفسي زي الحديد والمغناطيس. احنا حولنا الزواج لإيه بقى؟ يا عمي أنا طالب إيد بنتك. طب يا ابني عندك شقة؟ هتجيب شبكة قد إيه؟ مهر قد إيه؟ طب أنت موظف وبتقبض كام؟ أنا عايز فرح في الحتة الفلانية وهنكتب في القايمة 3 أوض ولازم تجيب أوضة نوم الأطفال ولازم تجيب لها كذا وكذا. انت بتبيع؟ ما الفرق بين واحد يذهب الى قواد عشان يطلب منه واحده يمارس معها الجنس مقابل مال، وان واحد يروح ياخد واحده عشان ايه؟ يمارس معها الجنس تحت مسمى ان في ورقه اسمها ورقه المأذون. لذلك الكارثه اللي احنا وصلنا لها ان كتب التراث الديني كتب الفقه بتقول على الزواج ايه؟ النكاح هو عقد زي عقد الشقه والارض والعربيه. تملك يعني الذكر يمتلك الانثى، الزوج يمتلك الزوج. بضع، البضع هي الاله الجنسيه للمراه يعني فرج المراه، يعني المراه الزواج ايه؟ جنس، وانت متجوزها ليه؟ لممارسه الجنس. عشان كده كتب الفقه بتقول ان الزواج هو عقد تملك بضع. نعم، النكاح عقد تملك بضع. ايه ده؟ بقى ربنا يقول عليه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه يا رب؟ ما قالش لتمارسوا معهم الجنس، قال إيه؟ لتسكنوا إليها. السكن هو أنت لما بتروح تسكن في مكان بيحصل لك إيه؟ تطمئن نفسك ليه وترتاح فيه وتسعد بيه وتسعده. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة وإيه؟ ورحمة. ما قالش محبة، لأن الحب ممكن يتبدل في يوم من الأيام لكره. فربنا سبحانه وتعالى عشان عارف إن أهم حاجة في الكون هي نظام الأسرة، ده نظام الزوجية ده هو نظام الكون كله. عشان كده ربنا عليه قال هو من آياته. ليه بقى؟ لأن الكون كله قائم على التزاوج. خدنا طيب في النوع. أنا مش عايز أخش في مشاكل الكون كله، أنا سؤال حضرتك بشكل واضح وصريح ومباشر. هل الاستعانة بمأذون لإتمام عقد زواج ضرورة دينية، فرض ديني، ولا المأذون دوت بدعة؟ ليست فريضة دينية، إنما هي استحداث لتوثيق عقد الزواج. وممكن يتوثقش عند مأذون، ممكن يتوثق عند محامي واسمه الزواج المدني وبرضه يقضي نفس الايه الغرض. انما احنا حولنا كل قيم الدين الى ورق يكتب ونزعنا منها الجانب الروحي. للاسف الشديد الزواج اللي هو ايه من ايات الله حولناه لورقه عند مأذون. وللاسف عشان اتحولت لورقه نسب الطلاق في المجتمع المصري 80%، واللي مش مصدقني يروح محكمه الاسره ويشوف الزوجه والزوج بقى حياتهم ازاي وانجبوا مجتمع شكله ايه. ألف شكر لحضرتك شيخ محمد عبد الله نصر، شكرا جزيلا.